اخي هذا سوق الاتارب، شايف الساعة 11 بالليل اربع طيارات، الطيارة ورا الطيارة، خلال ساعة 25 26 26 غارة، 25 26 شهيد تقريبا. بدك تقول ما تروح طيارة الا تجي الثانية، بدها الناس تنقذ الشهداء يكون هجم عليهم، كلهم مدنية، سوق خضرة، سوق بياعين كازوز، بياعين خضرة، بياع فلافل، بياع البوظة، كلهم استشهدوا. تروح طيارة وتجي طيارة، أربع طيارات في السماء، الجو العنقودي، البراميل، الحارقة، النار لبت عبت الدنيا. تشوف خلال ساعة تقريبا ساعة ساعة ونص ضلوا أربع طيارات، 26 غارة. ثاني نهار 26 شهيد حصيناهم ما عدا الجرحى، لحد الآن في ناس في تركيا اللي مقطع إيديه واللي مقطع إجريه، وكله مدنية، لا في جيوش حر، لا في إرهابيين، لا في شيء، هولي كلها شباب من هال بياع البوظة وبياع الخضرة وبياع الكازوز. الساعة 11 بالليل العالم سهرانة بسوقها، بمحلاتها فاتحة محلاتها، شايف ركام صارت، السوق كلياته لحد الآن خرابة صارت، منطقة مهجورة، لا بقى حدا يقدر يجي، لا بقى حدا يطلع، نادر بتشوف الناس اللي تجي على سوقها على محلاتها، مهجورة صارت. هاي حال الأتارب وهذا الخراب، وهذا الله يكون بالعون. أخي الكريم، مدينة الأتارب تعرضت منذ أكثر من شهر إلى هجمة قوية وشرسة من الطيران الروسي والنظام، قصف بالطيران بشكل مباشر يوميا ولأكثر مرة، حتى في هناك أيام استمر القصف بأكثر من 10 غارات في اليوم الواحد. ومدينة الأتارب، سكان مدينة الأتارب تجاوز 60,000، وقد نزح إلى مدينة الأتارب الريف الشمالي والريف الجنوبي، فوصل عدد السكان الى 75 الى 80,000 نسمه. هذه الهجمه ادت الى دمار كبير في الأتارب. استهدف هذا الطيران المدارس، 3 مدارس تم قصفها بشكل كامل، الثانويه الصناعيه ومدرسه بني الأتارب والمدرسه الشرقيه، واستهدف مشفى الأتارب، وهناك أضرار كبيرة في قسم العمليات. استهدف 4 مراكز للكهرباء و3 مولدات لضخ المياه. وهناك سوق الأتارب الكبير وسوق الأتارب التجاري، قصفه 4-5 مرات، أدى إلى دمار السوق الأتارب التجاري بالكامل، واستشهد أكثر من 20 شخصا و500 جريح، وحتى حدثت مجزرة الأطفال عندما قام بقصف أحد منازل الأتارب، ومن بين هذه المنازل منزلي، فقتل 17 طفل من اولادي واولاد اخوتي. هذا الدمار وهذه الهجمه ادت الى نزوح الأتارب، سكان الأتارب نزح اكثر من 80% من اهل الأتارب الى 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 الى, إلى, إلى البراري، تحت الاشجار، الى القرى القريبه. يعني حتى السكان الاصليين لم يبقى منهم الا 20% والنازحين. هذا الامر يعني بشكل عام أصبحت أتارب منكوبة أو شبه منكوبة، لا مرافق، لا كهرباء، لا مياه، حتى المستشفى قصف، فاضطر الناس، اضطر السكان إلى النزوح عن الأتارب. هذا النزوح سبحان الله، وقد أطلقنا نداء استغاثة إلى المنظمات والجمعيات، التدخل السريع، لكن لا حياة لنا من تنادي. نحن بحاجة إلى خيام، بحاجة إلى مخزنات مياه، بحاجة إلى أغطية، بحاجة إلى أسفنج، إلى 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 الإغاثة، الإغاثة الطبية، بحاجة إلى الدفاع المدني. تم قصف الدفاع المدني أثناء مهمته وما يراكزه، وهنا تعطلت معظم سيارات الدفاع المدني. والحمد لله نحن في مجلس مدينة الأتارب عندنا آليات، والكادر يعمل ليل نهار حتى نؤمن إزالة أنقاض والطرقات. هذه الهجمة يا أخي الكريم يعني عبرت عن هذا اللئم والحقد، هذا النظام وروسيا، الحقد الواضح إلى قتل الأطفال وقتل الأبرياء العزل. مدينة الأتارب لا يوجد فيها أي مقر
عسكري او لجيش حرب من اكثر من سنتين. المدارس نعم المدارس دمرت. لم يبقى في الاتارب حياه. الان الاتارب شبه منكوبه، ونقول منكوبه انه تنعدم فيها الحياه تماما، كل متطلبات الحياه معدومه في مدينه اتارب. طبعا الدفاع المدني حاليا يعيش في المناطق الزراعيه والمناطق برا منطقه مدينه الاتارب في الاراضي الزراعيه، يعيش تحت ظلال اشجار الزيتون ويفترش الارض ويلتحف السماء. طبعا نتيجه لقصف الطيران الحربي للمراكز اللي كنا نحن باركين فيها، وكان الشباب يعني باركين وعايشين في المركز اللي كنا قاعدين فيه. استهدف الطيران الحربي مركز الدفاع المدني بعدة غارات بالصواريخ الفراغية بعدين الصواريخ البالستية، أدى نتيجة استهداف الطيران الحربي للمركز إلى وقوع عدة إصابات بالإضافة إلى 5 شهداء من عناصر الدفاع المدني كانوا خيرة الشباب الله يرحمهم ويتقبلهم. طبعا نتيجة لذلك نحن حاليا ما نستقر بمركز معين، صرنا كل يوم في أكثر من نقطة حول المدينة جاهزين ومتأهبين لأي حالة طارئة أو أي حالة قصف. طبعا بالفترة الأخيرة منذ شهر حتى الآن الريف الغربي في قصف بشكل هجمة شرسة عليه بالنسبة للطيران. الطيران تقريبا كل يوم عم ينفذ أكثر من غارة، أكثر من 20 غارة في الريف الغربي. طبعا نتيجة ذلك وقعت أكبر مجزرة عندنا في الريف الغربي هي مجزرة السوق الشعبي. طبعا اسواق شعبيه، مواطنين امنين قاعدين في محلاتهم، استهدفوا الساعه 11 بالليل تقريبا. القصف استمر بحوالي ساعه تقريبا، القصف مستمر بالطيران بالصواريخ الفراغيه بالقنابل العنقوديه، حتى كان مستهدفهم بالرشاش كمان، كان يستلم الطيار من الطيار الثاني اثناء الغارات، كان يستلم الطيران من الطيران الثاني، يغادر واحد يجي واحد، يستهدف سيارات الاسعاف. عده حالات صار في ضرب سياره الاسعاف، حتى السيارات المدنيه كانت عم تحاول تساعدنا وتنقذ المصابين، كمان استهدفون في مجزره السوق، كانت نتيجتها حوالي 23 شهيد، بالاضافه الى تقريبا بحدود ال 50 اصابه. وبعدين الحمد لله هلا حاليا عم يصير عندنا عطال كبيره في الاليات نتيجه القصف. القصف عم يطال العناصر الدفاع المدني بالاضافه للاليات، لذلك اكثر الاليات حاليا عم تخرج عن الخدمه. نحن عم نحاول نضل مستمرين في العمل وتجهيز الاليات من اجل خدمه المواطن وانقاذ البشريه من هالقصف العشوائي. هلا طبعا نحن بالتعاون مع المجلس الخدمي الموجود في مدينه الاتارب مع الدفاع المدني، تم الان حاليا نقوم بعمليه ترحيل الانقاض وتنظيف الشوارع السوق من اثناء الضربه، تنظيفهم من الانقاض، وبالاضافه الى ترحيل القمامه واعاده الحياه الى السوق الشعبي من جديد، لان الحياه ستستمر رغم كل الجراح. كنا هون العصريات ما في شيء، الناس كلها باركة وما في أي شيء وما في أي وجود للطيران. فجأة جاء الطيران وقصف الحارة كلها مدنية، ما في جيش حر، ما في مقرات، ما في أي شيء يعني.
حارة كلها مدنية، كلها أطفال، ما في موجود يعني أي عسكر بيدل على في المنطقة، كلها أطفال يعني. وضرب الطيران هون أدى لدمار البيوت كلياتها اللي حواليها، وسوى مجزرة راح فيها حوالي 25 شهيد، كلها يعني أغلبيتها أطفال ونساء، يعني الأغلبية أطفال، ولا تتجاوز أعمار الأطفال عن 15 سنة، من 10 سنين 11 سنة. استشهدت مرت عمي وولادة اثنين وابن عمي ياسر ولاد عمي أحمد، شلنا اثنين من هون تحت السقف، بنتين من تحت الأنقاض شلناهم الحمد لله في تركيا، وراي وولاد خالي مضل عنده أولاد، وراح صار مجزرة كبيرة يعني، وراح تقريبا الإصابات راح حوالي 25-30 إصابة ما عدا الشهداء. خلي كانوا يفتحوا كم المكان قاعد.